مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ضيفنا على كيفنا. تحية كبيرة لفرقة المايسترو وليد جليدي، بينا معهم الحصة كيما كل حصة من ضيفنا على كيفنا في سهرية كل جمعة. والليلة في جزءنا الأول باش يكون ضيفنا نقيب الموسيقيين والفنانين ماهر الهمامي، بعد شوية نستقبلوه. فاصل صغير وراجعين. ضيفتنا الأخصائية في الأعشاب الطبيعية والروحانية شريفة مغربية، أهلا وسهلا. مرحبا بك ميسا، شنو أحوالك؟ الحمد لله. لاباس. مرحبا بك. عايشك ربي يخليك، عايشك. نورتنا. وكما الفترة اللي فاتت نعرفوا اللي أنت كنت في المغرب وجبت برشا جديد معك. أنا قبل ما نبدأ نحكي ساعة، خاطر برشا عباد ديما يسألوا فينا على شريفة المغربية، كان طمنوهم اللي أنت رجعت بالطبيعة واللي عندك برشا جديد وديما انت ديما متوفر عندك. انا ديما تحب حاجه جديده فرشكة، احنا نقولوا بالتونسية ديما نبحث على الجديد ونبحث على النجاح وعلى النجاح. انا شفناك في المغرب، اخترت فيديو باش نعديه خليهم يشوفوا كيفاش شريفه مغربيه تدرس للاعشاب نتاعها، تقف عليهم هي، ما تخليش اي حد معناها يجيبهم لها. كانت نجم تكون هي مرتاحه في تونس، وشكون يجيب لها يعني لي برودوي نتاعها؟ هي لا تمشي بيديها وتقف عليهم وعلى الخدمه نتاعهم، كيفاش حتى يتعصر البرودوي وتقف على كل شيء. تفرجوا مع بعض. اي السلام عليكم. السلام عليكم، معكم الحكيمة الشريفة المغربية. اليوم كان عصروا في سوق الحج في أكادير، كان عصروا الخزامة والزنجلان، كان عصروا مع بعضهم باش نخرجوا زيوت للشعر، تغدينا الشعر وتطولوا وتغزروا، كل شيء طبيعي تبارك الله. كان عصروا ان شاء الله ريحة الخزامة كتحمق، ان شاء الله ربي يسهل، ان شاء الله اللي جانا يخرج فرحان. مرحبا بكم، كل شيء هو احنا في سوق الحد، دور لي تصويرة عش ولدي. ما شاء الله احنا في سوق الحد، سوق عامر، السوق كله بالحاجات الطبيعية، السوق تاع الشلوح، تاع الشلحيت انت؟ اه شلحيت. كلمني شوية في الشلحة. لا بس انا قد جيت بخير. الحمد لله، كيف حالك انت؟ لاباس؟ والله الحمد لله بخير. عندنا الموقع نتاعنا في تونس في اريانا وراماكلو في نهج محمد الناجي، وكنجيو لاكادير منين نشريو سلعتنا. مرحبا بكم الناس الكل. مرحبا ولدي، شكرا. ريحة الخزامة ما شاء الله وارع، ريحة زوينة. ممكن ما كنا نتفرجوا هكا انت تاخذ على الخدمة نتاعك. اي هكاك، انا نحب اللي يدخل عندي يخرج فرحان. انا ديما نسعى للنجاح، ما يسالش، نتعب ونشقى واللي يخرج عند اللي يجيني يخرج فرحان. هذاك الفرحه ديالي انا. هذاك علاش انا كنبغي نتعب ونمشي ونتسخر ونجيب حاجات اللي تليق بالمواطنين، ونحب الناس اللي تجيني وتمشي فرحان. هذا السر. كليوناتي يحبوني وانا نحبهم، عباره ولادي. انا كنحط العبد قدامي عباره ولدي. مثلا اللي يجيني على تساقط الشعر، اللي عنده الشعر يطيح، اللي تما ناس تجينا مساكن عندهم الثعلبه الشعر والحواجب ما عندوش، ويقول لك انا متعقدت ما عادش نجم نقابل العباد، ما عادش نجم نخرج، ما عادش نجم. انا ديما نسعى للجديد، نحب حاجات جديده وحاجات مفيده اللي تنفع الناس اللي تجيني. كليوناتي نحبهم وهما يحبوني. علاش؟ على خاطر الثقه المتبادله، وعلى خاطر انا ديما نحب حاجات جديده وحاجات مزيانه. حاجات جديده كيما اللي قاعدين نشوفوا فيها. اي عندنا بزاف الحاجات. عندك برشا حاجات. اي نبداو بالانجاب. أيه. الناس اللي تعاني من عندها مشكله في الانجاب. الانجاب هذا عندنا العشبه هذه، عندنا فيهم 1000 عشبه، هذوما راهو اعشاب طبيعيه كيف كيف، نوقف عليهم حتى نلموهم وننظفوهم ونرحيوهم ونجيب الاعشاب الطبيعيه. تبارك الله الاعشاب هذوما كان عندك
التكيس في الموبايل، كان البويضات الضعاف، كان السيكل مش منظم، كان تم عباد تقص عليها السيكل يرجع لها. ما شاء الله فيه نجاحات هيلة. عندنا الدول الرجال ودول النساء، تبارك الله، حتى النساء الكبار تم اللي عمرها 51 عام وحبلت به الدواء هذا، فيه نجاحات هائلة ما شاء الله. وأعشاب طبيعية ما تضرش، ونعطيك الدوزة ونوريك طريقة الاستعمال والكل، وفيهم نجاحات هائلة. اللي جاوا عندنا راهو الكل يخرجوا فرحانين بإذن الله، خاطر احنا ديما نسعى للحاجات الجديدة والحاجات المزيانة والحاجات اللي باش تفيدنا وتفيد الناس اللي جيونا. هذاك علاش حققت نجاح، مش هكاك بالتعب وبالشقاء وبالنجاح، اللي هو حاجة نجيبها لك حاجة طبيعية وحاجة بيو وحاجة تنفع العبد اللي باش ياخذها. ديما واحد يستعمل ديما حاجة طبيعية يعرف اللي تنفع وما تضروش، صحيح، يبدا مرتاح، ولا باش يجينا نيت نحبوه يكون فرحان، يبدا مرتاح. حبوش الناس تجي وتقول لك انا ما لقيتش المصداقيه ولا ما لقيتش الحاجه اللي حاجتي بها. هذه الحاجه اللي تخدم عليها. نجيو للزيوت. اي الزيوت عندنا الزيت هذا اللي شفتونا نعصروا فيه، هذا الزيت الخزامه اي والزنجلان. هذايا مزيان لتساقط الشعر ويطول الشعر ويغزره ويقويه. فيه الخزامه، فيه الزنجلان، فيه اللوز، فيه الكوك، فيه بزاف الحاجات، فيه الحبة السوداء، فيه بزاف الحاجات اللي تطول الشعر وتقويه وتغزره. باهي برشا. هذايا اللي كنا تو نشاهدوا فيه في الفيديو، اللي كنتوا تشاهدوا فيه، وكان كنت نرحي فيه هذاك. باش تعرفوا قد ايه تتعب عليه باش في الاخر طلع لكم الزيت هذا، باش نطلعوا الزيت ونحصلوا النتيجه اللي حاجتنا بها. ففيه نتيجه هايله. عندنا زيت الارغان كيف كيف، زيت الارغان موجود كان في اكادير كيف كيف، ناخذوا اللوزه ونعصروه ونخرجوا منه زيت الارغان. زيت الارغان هذا طبيعي، ناخذ اللوزه ونوقف قدامها حتى يتعصر لي زيت الارغان، باش نجيب لكم زيت الارغان الحقيقي اللي يفيدنا ويفيد المواطنين، ونحب الناس اللي تدخل عندي يخرج فرحان. هذا باهي للشعر والوجه، باهي حتى للتجميل. اللي عندها مشكل في الوجه، اللي عندها التجاعيد، اللي تقدمت شويه في العمر، اللي كيف كيف، اللي عندها تساقط الشعر، اللي عندها فراغات في شعرها، يقوي الشعر ويغزره ويطوله. اي وحتى اللي شعرها حرش كيما الكاراتين، كي تعملي شعرك يطول ويغزر ويرطب الشعر. اي باهي برشا. دونك عندنا كيف كيف هذا، هذوما الزيوت زاد كيف كيف بالاعشاب الطبيعيه. عافانا وعافاكم الله. اللي عنده البرص كيف كيف يصلح البرص. اللي عنده البرص ضربه ضربه، ويصلح حتى للصدفيه. الصدفيه والصدفيه هذا نعملوا به البرص والصدفيه، فيهم اعشاب طبيعيه تبارك الله، حصلنا فيهم نجاحات هائله. اللي يجيونا الكل يخرجوا فرحانين باذن الله. واضح. دونك هذوما الزيوت اللي عندك. وعاد البخورات ما نحكيش، هذا اختصاص شريفه المغربيه. كل شيء طبيعي، كل شيء طبيعي. اهم حاجه وثاني حاجه، برشا عباد يقولوا لي مشينا عندنا برشا طاقه سلبيه في الدين، متقلقين، عندهم مشاكل في الدراسه نتاعهم، عندهم مشاكل في نتاع الزواج، عندهم برد. ما قالي عنده مشكل يبدا متقلق، قولي هكا نحس اي عندنا الحاجات هذوما، عندنا البخورات هذوما اللي نحيوا الطاقه السلبيه ويعملوا لك الطاقه الايجابيه، وفيهم نجاحات ما شاء الله كيف كيف، كل شيء طبيعي، وحصلنا فيهم نجاحات هايله. اللي ياخذوا عندنا الكل يرجعوا فرحانين ولاباس والحمد لله. اكزاكتومون. دونك هذا الكل واكثر موجودين عندك، موجودين اللي حاجتوا بينا اتصلوا بينا على ارقام الهاتف موجودين على الشاشه. ونفسروا لهم، واللي حاجتوا بينا يجينا البيرو بتاعنا في اريانا وراما جرو في نهج محمد الناشي، ونخدموا كل يوم باذن الله ما عدا نهار الجمعه. كل يوم عاد نهار الجمعة بإذن الله، وتقعد تجاوب على التليفونات حتى 11:30 تاع الليل، نجاوبوا على تليفوناتنا ونخدموا ما شاء الله. اللي حاجته بحاجة يجي حتانا مرحبا بهم الناس الكل. فوالا اللي باش يجي البيرو حد للخمسة، واللي في التليفون راهو حتى 11:30 تاع الليل، معناها في أي وقت نجموا ينجموا يتصلوا. عندنا الحاجات اللي يخدموا معنا بارك الله فيهم يجاوبوا على التليفونات، اللي عنده أي سؤال، اللي عنده سؤال، اللي عنده حاجة يحب يعرفها مرحبا بهم الناس الكل. تجاوبهم ما شاء الله. فوالا. واللي يحب يشوفني زاد بالكام ما يسالش، اللي يحب يشوفني باش نوضح للعباد، اللي يحب يشوفني ماذا بكم من السبعه للخمسه تنجموا تشوفوني بالكام. اللي عنده اللي يحب يطلبني بالكام على خاطر برشا عباد تخدم باسمي، ماذا بينا باش تكون المصداقيه، ما يسالش تطلبني بالكام
يطلبوني بالكم مش تم حتى مشكل، أما يطلبوني من 7 للـ5، بعد الـ5 ندخل نمشي لداري يقعدوا كان تليفونات، يقعدوا بعد الـ5 كان تليفونات الوقت سينو قبل أنت موجودة على عين المكان بالكاميرا ينجم بالكاميرا نجم تشوفوني. مرحبا بالناس الكل، شكرا لك، يعطيك الصحة شريفة المغربية، معطياتك الكل موجودة أسفل الشاشة، ينجموا يتصلوا بيك. كانت هذه شريفة المغربية. ضيفي الليلة ديما مطلوب إعلاميا نظرا لتصريحاته الجريئة واللي تبدو للبعض مستفزة. الليلة عنا برشا ما نحكيو معاه، برشا مواضيع، اسمه مطروح على الساحة بالقدي الفترة الأخرى نظرا للقرارات اللي قاعد ياخو فيها كنقيب للفنانين. ضيفنا ماهر الهمامي، أهلا وسهلا. مرحبا ميشا، شكرا على الدعوة. انت من المنشطات اللي انا نحب نحضر معاهم، مع برشا زملائك منشطين اللي به الحوار به، رو وديما نقول رو احنا خلافنا لا يفسد للود قضية، وديما نتخالفوا احنا كل ما بعض ديما نتخالفوا عارف من الاول. لا هو مؤكد انا هذوكم رو فيهم برشا والحمد لله. انا خلاص نحب نبارك لك، انا عندك منصب جديد. اي هما زوز اتحاد الهياكل الموسيقية العربية، هو ذكره. احنا بدينا المرحلة التأسيسية في تونس السنة اللي فاتت، لضعف الإمكانيات المالية بصراحة ما نجموش نعملوه في تونس. فما دولة اللي هي خنقولها المملكة العربية السعودية قدمت واقترحت، قالت أنا نجم نستضيفه بالتشاور مع زملائي النقباء العرب، هما 14 دولة عربية وتزادوا 3 دول أخرى عربية اللي هي الحمد لله الكويت، الكويت والمملكة العربية السعودية، اللي وأخيرا عملوا جمعية شبيهة بالنقابة الدافع الموسيقيين، ولوا 17 دولة عربية باش تقع المرحلة مرحلة الإمضاء والتنصيب في خلال 3 أو 4 أشهر إن شاء الله جايين في المملكة العربية السعودية. منصب جديد؟ أي ما شاء الله ينضاف لك، وانت عاد تحب المناصب. لا مش نحب، انا نخدم، نخدم ليه، هو شو رو هو انا ما نفكش لاي حاجه، مش حكيت مناصب اي حاجه، الستيلو اللي عندك هذاك نخدم له باش نوصل له، مش نفكه، ما نفكش انا. واذا كان نعرف روحي انا جدير باش ناخذ البلاصه هذيك. انا ما قلتلكش تفك، قلتلك تحب المناصب. لا مش نحب، تاخذ فيهم بالخدمه أي. بعلاقات مش موضوع. شو انت تحب المنصب. المنصب هو نتيجه، منصب نتيجه لعمل وعرق وتعب ومثابره وخدمه. اذا كان انا عملت هذا الكل شنو المشكل؟ يا اخي ولدت في مشكل تونس، في تونس مع احترامي بعض في برشا مهن، يا اخي عيب الواحد كي ينجح وعيب كي واحد كي يخدم. قبل كفنان ما نجحتش، شو ما هو الحظ، شو راهو يجي نقول لك راهو فما برشا اصوات قلتها، راهو فما انا ناكد لك خاصه في المطاعم راهو فما عدد رهيب واصوات تفتق ما عندهمش زهر. ماهر النقيب تعتبره انجح من ماهر الفنان؟ صحيح اي كل صراحه، وفضل ماهر النقيب انا نستعرف به وما نخبيهوش ونقول يرحم والديك المنصب هذا، واول لانه ماهر النقيب تعرف اكثر من ماهر الفنان، هذه حاجة ما نخبيهاش. أكثر من 20 سنة تقريبا مسجل 9 أغاني. 26 سنة أنا، 26 لا سنة في مجال الفن. 20 سنة 9 أغاني. صحيح. ولا؟ أي. أي. هذا هو. أي هكا هو شوية. شوية برشا. حتى بمعدل الغناية في العالم. لا هو أنا ما بين قوسين أنا بخلي زاد راهو. بخلي نستعرف بروحي أنا بخلي. ما نقول أنا نقول أنا حتى باش ننتج، تفهم الكلام تاع بعض الفنانين يقول لك علاش باش ننتج، علاش باش هذه عندي أنا، هذيك عندك عندي نصعب. أنجح نقيب في تاريخ العمل النقابي الفني؟ شكون يقول هذه؟ نسأل. لا ما نقولش، لا فما ناس خدمت، فما ناس، فما كيما شكون؟ لا مش خدمت. أنجح منك؟ لا مش أنا، مش نقول لك، مش انا باش نقيم هذا، مش دور. لا انا سالت قلت لك انت انجح نقيب، قلت لي فما شكون؟ ما نجمش انا نقول لك مقدار السيدي يعني هو انجح. لا مش مقدار برك، فما مقدار، فما شكر عمر الحناشي شد فتره، فما اسامه فرحات شد فتره. لا انا ما قلتلكش اعطيني تاريخ النقاب والنقابين. ما نجمش نقول لك انا انجح منهم، مش انا اللي نقيم هذاك، يا دور بينك وبين روحك اليوم شنو تقول؟ خليها ما بيني وبين روحي، خليها بيني وبين روحي.
لا تقولي لي. لا احتراما في زملائي احتراما في ضيفنا على كيفنا تعرف البرنامج هذايا 100%. أذوكم اساتذتي وكباراتي وانا راني ما نعطيكم، انا ديما راهو صابوني ما ننشروش في وسائل الاعلام. نجم نكون انا انجح صابون غير انجح او افشل، لا ما نعطيكمش الفرصه الاعلاميين باش انتم تجروا ب تحسك ديما ضد الاعلام والاعلام، لانه الاعلام رغم اللي احنا ندعموا فيك برشا. لا 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 اما تدعمونا وفي الدوره تفرحوا بينا. ندعموا في الفنان التونسي في شكون عادي. لا 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 مش صحيح. صحيح في شكون عادي في برامج. لا لا ليه عاد ما اذا كان باش نحكيو تعديو راني سبت حشم راهو نتاع التعديه نتاع تعدي في الفنان، انت تجيب في الفنان وتعدي في منتوجه. نجيب في الحوار وكيف بيه. كيف زايده نعديو في الاغاني. كي تعدي في الفنان تعدي نسبه نجيب مطرب ما يغنيش معناها اكيد باش يغني في وسط نسبه الحوار تفوت نسبه بس الاغاني نتاعو، والنسبه هذيك نتاع الحوار تتعدى كلها خصومات. اش عملت مع فلان؟ اش عملت مع فلتانه؟ اش بيك سبيت فلان؟ اش بيك سبيت فلتانه؟ اش بيك ما جيتش لفلان؟ هذا موجود في برامج. لا 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 كان في تونس الحبيب. شنو هو كان في تونس؟ لا لا تفرج انت في البرامج المصريه واللبنانيه. انا من عشاق البرامج. انا هربت البرامج المصريه، هربت البرامج المصريه ونحب نتعلم. اي نحب نتعلم. نحب نتعلم. اكثر منا برشا. متلقي يعجب يفرس. راهو كي تعدي انت كي تحكي لي كي تقول لي انا ضد المنهج هذا ضد الستيل هذا اللي هو موجود. اما ما تقوليش اللي هو موجود فما كان في تونس. لا لا كان في تونس في تونس هكا. لا ما نوافقكش والله العظيم كان في تونس، لان نتفرج في المغرب وزملائها وفنانين نتفرج في الفنانين المغاربه ونتفرج في الجزائر ونتفرج ما فماش اللي عندنا احنا العرق والمعروك وقصعه الصابون والعرق والناس تفرق في الصابون ياسر ياسر بصفة رهيبة. بصفة رهيبة. راهو شو راهو مش راينا احنا برك كفنانين. راي اعمل ميكرو تطوار تشوف شو يقولوا. بين الفنان احنا نشدوه بالسيف قولوا له صرح قول كذا. يا اخي انت كي تجيبه تعطيه على اعلاميات سؤال تعطيه 80 ولا 90 سؤال شو عملت مع فلانة وفلتانة وضربت وعملت. لا عادي ضيوف يجيو نسال ما يعطينيش الاجابة عادي ما تكون اجابته دبلوماسية. نحيك من هذه ونسبة البث اللي تحشم 2 و3% اللي قامت مرصد النقابة اللي عملناه ونشرناه اللي هو يلزم تكون 40 فما فوق. في الاذاعات والتلفزيون التونسيه تكون 2 و3 الا باستثناء القنوات بس الاغاني في الراديو بس في الراديو في الراديو ما زلت التلفزه باش نهبطها اللي هو شيء افضح وافضح باش نهبطها عن قريب التلفز الخاصه الخاصه برك العموميه ما عادش نحكي عليها لان اوفت وكفت نحكي على الاذاعات التلفزيون الخاصه الاذاعات الخاصه شنو على 3 شهور سبتمبر اكتوبر نوفمبر 2 اكثر واحده عملت 3% أكثر إذاعة خاصة عام 3% اللي هي مطالبة ب 40 أعطيهم للأغاني الهابطة الأجنبية الشرقية اللي هما بيدهم البلدان اللي تعدوا فيهم ما يعدوهمش نعديو كان في تونس والله كل صباح فما إذاعة نسمع فيها ما نحبش نحكي راهو فما عاملين 5 أغاني الأسبوع هذاك يخدم هو 2 3 4 5 والجمعة أكاو أقسم بالله اللي نحفظ نسكر نقول اليوم 3 باش يعدي الأغنية هذيك وصحيح لانه ما فهمتش اسكو هو المنشط او المعد هو التكنيسيان وليت نشك شوف شو مخي ويمشي وليت التقني اللي يعدي في الاغاني تشك فيه هو انت بالك انت يا خويا ما تحبش تجتهد هات الاغنيه اقرب اغنيه مدت يدك تحط فيها راهو مش معقول هكا راهو راهي نستخدم في استديوهات ناس تنتج راهو علاش احنا وصلنا اليوم هكا. فما اغاني تونسيه ناجحه برشا وفارضه روحها وين فارضه روح؟ محفوظه عند الجمهور إيه لكن لكن معروفه مطلوبه حتى فنان كيف يطلع معناتها في مهرجان ولا على مسارح بصفه عامه الجمهور يبدا يردد معاه في الاغنيه موضوع باش نتناولوه راهو قد ما تعدي اغاني الفنان راهو باش تكون عنده هو موارد ماليه اللي هو في اللوتي دا فهذا موضوع اخر كان من عشك باش تطرقوا له موضوع كبير برشا هذا آية وطرقنا له طرقنا له وانتم زادت بالضبط كي يمشي مالا خنقل مالا الفنان كي يمشي هبطوا معناتها كي يمشي الفنان لوتي داف باش يحب ياخذ فلوس نتاع بث الاغاني نتاعو يلقى ما يقولوا له صفر ما عندك حتى شيء يقول لك انا ننتج لشكون ويزيدي ما تقوليش يا توا اليوتيوب والمحامل وكذا وكذا لا 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 فما ناس خاطر فما ناس ما عندهمش راهو لانه راهو شو راهو بالنسبه للوتي داف اللي هي باش ترجع فلوس للفنانين وباش تعطي ما تعتمدش على اليوتيوب راهي تعتمد لك بنسبه كبيره على الاذاعات الخاصه والتلفز اعطيني شكون انت تنزل قلت تعدي في اغاني تونسيه الا التلفز الوطني التلفز ما يعديوش اغاني علاش علاش
خاطر مانيش شرط انا كليب لا 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 هكا عليها شنو هو نجمو يعني نعدي في وسط برنامج هو قران منزل علاش ما تعديش في وسط برنامج والا نجمو مثلا يكون برنامج يعني ولينا نحبوا الكلام تقول انت اكثر من الاغاني ولينا نحبوا اتجاه كل واحد كل منشط هو يختار معناتها ستيل برنامج كي تمضي كرا الشروط باش تاخذ رخصه باش تحل التلفزه وقديت يلزمك تعدي بالسيف عليك ماهوش مزيه منك لو باش تعدي الانتاج التونسي راهو يلزمك تعدي نسبة ما أقلش من 40%. علاش كان قابل أنتم ما لقيتوش الحل أنكم تقربوا تلقاو معناتها اتفاق ما بين القنوات ولا الإذاعة والفنانين كيف كيف خاطر أنت تعرف اللي فما فنانين يرفضوا الحضور في بعض القنوات يفضلوا قناة على قناة أخرى علاش مثلا ولا إذاعة على إذاعة أخرى علاش لأنه كيف باش يمشي القناة هذيك اللي يرفضها على الأخرى ما لقاش فيها قدر وما لقاش فيها لا مش صحيحة لا وانت توك عطيتك سؤال تقول لي مش صحيحة لا لا هاو انت الاحصائيات اللي انت تحكي عليهم او باش نبشرك انا قلت لي قلت لي في الاذاعات التوانسة ما لا باش نبشرك ما قلتليش فما اذاعة خاصة تعدي اكثر من الاذاعات باش نبشرك ونبشر القنوات جايكم راهو قرار راهو حتى يوصل حتى ممكن رئيسي راهو مش اتفاق خاطر انا حكيت على اتفاق قرار شو احنا راسلنا ما لقينا حتى حل راسلنا الهيكا لم تستجب راسلنا وزارة الثقافة لم تستجب راسلنا رئيس الجمهورية استجابت للنسبة شو احنا شو بمنطق القانون والسيد الأستاذ قيس سعيد يقول لك يا خويا القانون وتطبيق القانون ودولة القانون انت ما تحل الراديو نتاعك في كرا الشروط الصحيحة تعدي 40% انا بعثت لهم مرصد اللي عملته النقابة وبأرقام صحيحة ونتحدى اللي كذبني في الأرقام اللي عندي لأن اللي عنده إثبات على الإذاعات الخاصة الكل أرقام تحشم والسيد الرئيس استجاب للارقام هذيك وتو تسمع ان شاء الله شنو باش نسمع والله ما نعرفش عاد هذاك قرار رئاسي مش انا باش ناخذه اما فما تجاوب من رئيس الجمهوريه فقط وهنا نشكروه على اللفته هذه لانه حال الفنان ورغم اللي بدون القانون الفنان روا تو بعد نوصلوا نحكي مش تحكيوا القانون الفنان لانه الوضعيه ولات صعيبه وخطيره جدا روا تنبأ باندثار الاغنيه التونسيه في نقابتك نقابتي ماهيش نقابتي انا نقولها لا ماهيش نقابتي ماخذ الضوء الكل معناها تسمع كان ماهر الهمامي عمل ماهر الهمامي قال ماهر الهمامي هبط تدوينة ماهر الهمامي اجتمع بفلان كذا بقيت العناصر وين؟ لا موجودين وناس تخدم وهذوكم هما انا بلاش بيهم ما نعمل حتى شيء وبلاش بيهم انا ما نكون حتى شيء ونحب نحييهم فردا فردا وعنصر عنصر ما نجيبش نسميهم انا 10 عناصر بان الحادثه بتاعهم ما نجيبش نسميهم كله تحب نسميهم الكل نسميهم يعني بلاش ونتشاور وعندنا جروب ونتقابلوا ونجتمعوا وما نعملوش كمكوا كالكوره صغيره لا لا بالعكس احنا رانا متفاهمين ومتفاهمين الى درجه كبيره جدا وفما قدر وانطونت كبيره بينا وبين بعضنا. هذا كلام دبلوماسي. لا والله لا كلام فعلي لا علاش؟ كلام ما تعرفش. ما نعرفش نعمل دبلوماسيه يعني. ديكتاتور؟ با دو تو انا واقعي انا ديكتاتور. معناها تاخذ برايهم اكيد تشاركهم. اكيد انت اعطيني تو هاو نعطيك اساميهم وكلم شكون اللي نهار احنا مثلا منال عمارة معاكم ولا معانا اي شنو تعمل؟ منال عمارة ما نحبش نحكي شنو تعمل منال عمارة لأن يعني فما حاجات راهو ما نحبوش نشهروا بهم سمية الحثروبي ماذا نسميك شؤون المرأة أنت كلم سمية وشوف الحالات النسائية اللي عاوناها راهو كل واحد عنده دوره وليد السوسي أنيس خميسي كاتب عن المساعد سامي الزغلاني مثلا أنيس خميسي نشوفه يحكي على النقابة في كي يحضر معناتها في البرامج التلفزية والإذاعة ما مثلا منال عمارة ما نشوفهاش تهبط برج ما شفت لا 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 أولاً يبارتاجي أولاً يبارتاجي ملايين معناها لا 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 يبارتاجيو في كل حاجة نهبطوها هذا علاش قلت لا يبارتاجيو لا يعني. فما حتى شيء بالعكس وعندنا جروب نحكي ونقولوا هذا باش يهبط اليوم هذا باش يهبط قرار باش يهبط غدو ونستجيبوا الناس الكل نصلحوا مع بعضنا وكل ونحضروا عليه ما شفتش احمد سعد وقتها استقبلناه المكتب التنفيذي كل جو معاه تو نرجعوا ما عندناش لا ما عندناش النقابه تاسست ديسمبر 2019 اي يعني انت نقيب مدى الحياه؟ لا 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 هذاك عملنا 2019 وكان اسمها النقابه التونسيه لقطاع الموسيقى وعملنا انتخابات بعد بعامين وبدلنا الاسم ولات النقابه التونسيه للمهن الموسيقيه والمهن المجاوره بعد العامين هذوكم منطقيين ويعرفوا كرجال القانون واحد يلزم تصير 4 سنين دوره 4 سنين 4 سنين مازال ما فاتش انتخابات جايه ترشح؟
الله ورسوله اعلم. كيف ما ماكش واخو قارئ؟ لا انا شو نهار اللي باش نطمن على الميدان، انا نطمن على الحاجه اللي تكونت هذه. كوني متوقعه وكوني متاكده سيدتي، انا باش نخلي بلاصه. تخلي بلاصه بيان سور، لا هذيك سنه الحياه، لا باش نخلد فيها انا. اكيد انا دخل فلوس من النقابه. كيفاش؟ فما فلوس من النقابه؟ ندفع ولا ناخذ؟ تاخذ. لا ناخذ، لا لا ما تتطور ولا ملي ولا ملي، بالعكس. كيفاش وقتك هذا كل النقابه ما ينتعيش؟ والله ينزل. لا انا خير، انا اولا نخدم فنان، ثانيا انا عندي تجارتي الخاصه. نحكي على الوقت. لا لا اللي مخصصه للنقابه. لا لا شويه ذكي، شويه ذكي، نعرف نقصت وقتي وما فما حد شيء. نعرف نقصت وقتي بين داري اولا واولادي وعائلتي، هذيك حاجه مؤكده، وعندي خدمتي النهار وعندي دوري كنقيب زاد. ما نجمش ان وذا هالي عندك خدمه اخرى تحب تخدمها؟ اللي هي تحب تولي منشط تلفزي. اه لا هذيك لا هذيك هبطت، لا هذيك هبطتها بشويه هبطت تدوينه مشفره. خليني نحب نفك الغازها. شوفوا مع بعضنا التدوينه هذه على بركه لا تجربه جديده تلفزيه افتراضيه اكون فيها المنشط الاول في تلفزه افتراضيه. سيكون ضيفي الاول الاعلامي نوفل ورتاني راس راس انا وياه. شنو تحبوا تسالوه؟ الفنانين فقط مسموح لهم باش يطرحوا الاسئله. ترتيب الاعلاميين باش نستضيفهم ميسا بيديس، شكرا. شو ترتيبك انت غادي؟ شو ترتيبك؟ الوافي بايا الزردي الهادي زعيم. الترتيب مقصود جدا، والله اجا قول هو مقصود جدا جدا، ويعجبني ذكي كيفاش فهمته. كنت نجم نخلوض الترتيب، اما الترتيب مقصود. إيه انت كتبت الترتيب؟ اي بيان سور. اي شنو تقصد به؟ الاعلامي اللي يستضيف، خليت الضرب صحيح، خليته من لوطه انا يعني. الناس اللي بالحق في استضافتهم نحسها نوعا ما ينزلوا على الفنان التونسي، ما بين قوسين ينزلوا على الفنان التونسي. شو معناها ينزلوا؟ زيد وضح لي. ينزلوا يعني انا يقزموا. هاو انا ينزل شو معناتها؟ انا توا ضيفه، انا المنشط وانت الضيفه نتاعي في الحصه اللي قلناه. نعملوها تجربه. مرحبا. مرحبا بميسا باديس. يقول لك ميسا سمعت بك الاعلامي عندك مشكله مع اعلامي اخر وقال فيك روا وعندنا اثباتات. باش تحطك تو الاثبات الوليد اللي انت قلت في زميلك الفنان هذا، ما تقوليش ما تنكرش عاد. اش بيك سكت؟ اه اي جميل. لا يعجبني تقديرك. اي فوالا جوست. اي هذا شنو؟ هذا شنو قلت ينزل؟ أي. انت كي تحط تجيب فنان وزاد يكون عنده راهو فما تكون خبره راهو. انا نذكر الانترفيو له لاني تعبت شويه في اذاعيين. استضافني مره نوفل الورتينية، خرجت العرق ما نحكيلكش. والارتباك اللي صار لي. يستضيفوا مطربين خاصة في المطربين الهويات ولا الجديد ما يدخل بعضه، وهو يستغل المنشط الحكاية ذيك ويا يبدا عنده عليه هو حكايات متعارك مع فنان او فنانات. باهي انت حطيت نوفل الورتاني، معناها تعتبر هو اخف شيء في الاسئلة. اخف يرفق بالفنان. اي نوفل تغير، تغير تغيير كبير. تغير وانت مع التغيير هذيك؟ مش قبل خير؟ لا لا توا خير. لا توا خير، لا توا خير. لا هو بيدو يعترف به نوفل. توا خير. نوفل يعترف يقول لك بعد انا اخف شويه بعد سمير الوافي. اه باش يبدا من غاديك يبدا الشيء. سمير الوافي. اي. بايا الزردي وهادي زعايم هو الاخر معناه اللي انت حضرت معاه. باهي اجا نقول لك حاجه. هادي. هبطت ستاتيو هذا وقتها عندك مش برشا من اللي حضرت معاه. اي لا لا عنده مده شويه بون مش عليه حتى توا حتى كان توا ونجاوبك عليه. الحكايه تبدا من وقت سمير الوافي. أولا من وسمير راهو هنا راهو تقابلنا وتصافينا وحكينا وفسرنا لبعض. أنا مادامني كنقيب أي إعلامي راهو باش يمس فنانة راني معروف رد. سمير الوافي وقتها بدا كي نحسبهم كل سمير لا خلى لا صابر لا كذا شد صابر تحكي على ستاتيو نتاعو. أي على ستاتيو كل. أي لا ستاتيو ودخل ستاتيو شوية سمير. سمير تبعوه بالآلاف راهو. أي صحيح. أي. يتبعوه هاي يتبعوه معناه مش في حوارات وتحكي على ستاتيو. ما عندوش، ما عندوش وقت تبرد. ما عندوش. نزيد من بعد نهبط شوي. بايا الزردي، بايا الزردي كلنا نعرفوا شنو عملت في جيتو ولا حتى اذاعيا. شنو نعرفوا اش عملت. هادي زعيم مانيش انا هادي زعيم، هادي زعيم انا ترددت كنت نحطو الاول، كنت نجم نحطه هو نوفل في الاول. هادي زعيم من اذكى، هاو بصراحه نقول على مسؤوليتي، من اذكى الاعلاميين ومن اذكى المناشطين. من نوع بشكل باش يقرصوا يده تحته. اه من نوع هذوك، وانا يعجبني راهو النوع هذا راهو بذكاء.
ما يخليكش تيلمون يعجبك حطيته هو في الاخر معناها هو يفك منك اعتبرته اخطر اخطر اعلامي بذكاء يفك تصريح من عند عبد وهو من بعد يخرج انا خاطئ هو اللي قال وانا ما قلتوش قول معناها انت تدافع على الفنانين اللي هما يكلموا هادي زعايم وهما يطلبوا باش يتعداوا معاه انا ما نتدخلش في تليفونات شكون يكلم فلان شكون هذا واقع انا نحكي على المحتوى اللي يتقدم في المحتوى حس. الفنان هو راضي به هو اصلا طلب اللي باش يتعدى مع المنشط هذا تحكي لي على كعبات فنانين لكن فما الاغلبيه ميسا اسمعني بقى. فما تحكي لي على عدد معين من الفنانين اللي يطلبوا الفنان صحيح لكن فما فنانين اللي هو المعد نتاع الحصه هذيك يكلموا الفنان هذاك يقولوا له ايجا اي هو يمشي فرحا مسرورا اي يمشي بيان سو يمشي كيما اخي احلي راهو الاعلامي راهو الفنان راهو الفنان راهو لازم الظهور الاعلامي باش يقعد ديما موجود في الساحه اي هما راضيين هما يحبوا يتعداوا مع هادي زعايم انت شنو قلقك؟ لا 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 علاش انت دافع على فنانين هما اللي يختاروا تكلمت على اللي تقلقوا انت ما نتكلمش على ما يتقلقش راهو بالطبيعه هذه جاوك فنانين تقلقوا اي برشا مثلا في جودي تو فوزي بن قمره لا انت ما حطيتليش امين قارة في الاسامي نحكي لك على هادي زعيم اللي انت اعتبرته اخر اسم شكون امين قارة ما حطيتليش ما تقوليش جديته والله لا اعتبره لا اعتبره منشط مع احترامي لشخصه لا اعتبره منشط ينجم يكون معد ممكن حاجه بالحق بالحق معناها صحفي متكون عنده فوق 20 سنه خبره اذاعه وتلفزه عنده العديد من البرامج الناجحه اليوم انت تقول لا اعتبره منشط انت اليوم تنجم تقيم مطرب مغني فنان تقيم شو الاعلاميين نجم يكون يا عيني تحركت فيكم سيد النغره نتاع انا النجم القايم امين نقول لك هو اعلامي ممتاز لا 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 من حقك انت في انت في احكي في دومين انا اعطيتك شو قلت لك النجم يكون غالط النجم يكون غالط رايي الشخصي تقبلوا مني ما تقبلوش انت حره انا لا اعتبر السيد امين قاره شو ما حلين نقولوا لك بالتربيه لا اعتبره منشط وخاصه تلفزيا والله اذا عين صوته به يعجبك في لا يعجبني ما يعجبنيش ما نجمش نقول لك فيه ينجم يكون اذاعي وممتاز هذا به اما تلفزيا لا 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 به لا نعرفوا احنا تحاملك على برنامج جودي تو شكون؟ تحامل على شكون؟ برنامج جودي تو الله اكبر اللي هو اللي انت ديما تقول تعتبره حسب تعبيرك طبعا العدو رقم واحد للفنان التونسي اللي هي جمله خطيره الحقيقه اي باش نحكي عليه تو اللي هي جمله خطيره ديما انت تعاود فيها الجمله هذيا في لي ستاتيو نتاعك وغيره نعرفوا مؤخرا اللي تم ايقاف برنامج جودي تو ما عادش موجود كل سهرة خميس على الحوار التونسي وانت كنت هبطت الخبر بكل سرور وفرحه هكا ديجا عبرت على الفرحه نتاعك تفهموا بالكتيبه واليوم وانا نحكي كيف كيف زاد انت توا نشوف الابتسامه والفرحه في عينيك للدرجه هذه ما هي كيفاش نقول صح احنا راهو لا يجوز الحديث عن شيء ميت حرام نحكي على نطلبوا له الرحمه شوف شوف يعني يا اخي ما تنجمش نتكلم انا باش نقول باهي شوف نقول حاجه ما يسبب كان باش تقطعني راهو ما نجمش نحكي راهو انا اللي باش نقوله توا علنا انتم اعلاميين نعرفكم داخليا تقولوه وفي التراكن تقولوه وفي القهاوي تقولوه واعلاميين ما عندكمش الجرأه باش تقولوه الاعلاميين اللي هو عاو الجرأه اللي انتم اللي اي الجرأه اي خليوها لي كنت اي خذوا ما عندي شويه جرأه مسير اللي باش نقولوا كما زي اعلاميين بعض الاعلاميين وانا نعرفه ويكلموني بعض الاعلاميين اتذكر مره قلت على ابراهيم سايس قلت له كلموني اعلاميين وحكيوا لي سي فري انا عندي اعلاميين كبار اصدقائي ومحررين جرائد يكلموني اصدقائي شنو الكلام؟ اللي باش نقوله انا على برنامج امين قاره تقولوا به برنامج هذاك انا ما نحبش نحكي على حاجه توفيت واحد هذا برنامج هذا نطلب له الرحمه والمغفره لانه اللي عملوا في الفنانين حاجه لا تغتفر البرنامج هذاك اللي هو يبقى في مخي وفي ذاتي وفي داخلي العدو رقم واحد نزيد حاجه السابق المتوفي الفنان التونسي اللي يحضر في جوديتو لا 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 اسامي كبيره انا مره قلت كي ننزل كي ننزل على الفلسه ما يمشي له حتى فنان وما غير ما نسمي الاسامي الفنانين اللي طلبوه لا لا
بلا برشا مغنيين مطربين قاعدين يمشيوا، ما نحكيش على الفنان بصفة عامة لأنه الفن طبعا صحيح يدوروها مسرح، يدوروها مسرح لا ما هو يجيب في برشا مطربين سينما مغنيين سينما سينما ويجيبوا حاجات أخرى. لا لا وقت اللي أنا شو لا مؤخرا شفنا برشا أسامي معناها نوال غشام، غازي العيادي، ألفا بالرمضان، ثلاثة أربعة ما أنت سميتها أنا ما نسميش ما نسميش كل بعد قرارك ما نسميش الناس اللي طلبوهم ما نسميش لأنه احتراما فيهم. وفما فنانين يطلبوك يا لالا أقسم بالله يساندوك في رأيك وبعد تلقاهم في البرنامج؟ لا والله لا والله لا أقسم أنا باش نحلفوا مش باش نسمي أقسم بالله فنانين طلبوهم وطلبوني نقيب نمشي ولا قلت لهم لا ما نسميهمش. وبرشا فنانين مشاو. ما وأسامي كبيرة. شو شو. لا أي وقت إجا قلت أنت اللي سميتهم هذوما كانوا في نقابة أخرى. هنا 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 مربط الفرس. ما مشاوش موسيقيين معترفين بالنقابة اللي عندنا احنا. دلاجي أعلن على استقالته في برنامج جوديتو. أنت شفت أنت باه أنت تهز تليفون تكلم دلاجي توا يعطيكم الحقيقة كاملة. اللي انا احتراما في الدليش مش باش نقول وحكيها لي الدليش ونعرف كل شيء نعرف شو صار في وقتها وقت اللي اي ستوب ساتورن ويعيط وكذا وكذا نعرف شكون وصل لي حرف حرف اي توا طف بير الامامي اي ساتور ان دو اي سيدي شنو اما اي ماهر ما لا تو انا نوقف التورناج ونقول لك اي ماهر فلان الفلاني يقول عليه كذا وكذا يا اخي انت باش تتبعني لا لا هي ما هذيك هي المشكله في هما يتبعوا هو ما فما ناس تتبع مصطفى دلاجي ما نتصورش باش يتبع اللي صار مصطفى دلاجي صار عليه ضغط وقتها وهو بيدو راهو قابلنا وحكينا باش نوريك اللي دلاجي ممن بماهر الهمامي وممن بعمل النقابه شوف احنا اش عملنا اخيرا في رمضان مع مصطفى دلاجي وقت اللي ربما ما رجعش العلاقه ما هو المهم هو حضر في البرنامج اي ولا اي علاش اي حاجه انت اسال نفسك علاش اي حاجه تطلع على ماهر الهمامي كيف في البرنامج هذاك علاش قولي علاش لا انا نشوفك في البرامج الكل يحكيوا عليك ما شاء الله لا لا نجم لا يحكوا فيه شنو بالباهي نجم النجوم اما بالخايب بالخايب كيف البرنامج المتوفي مش بالباهي بالخايب والله ما احلاها الكلمه في بلاصه العدو اسحبها لا ما نسحبهاش انت تحكي على البرنامج على المتوفي البرنامج على المتوفي تعود للبرنامج المتوفي اي برنامج المتوفي اذا واش نقول لك حاجه نعاود اللي انا نقول فيه توا قدام الكاميرا انتم اعلاميين تخافوا باش تقولوا علاش باش نخافوا تخافوا 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 علاش باش نخافوا بمنطق الزماله والواحد تخاف ما نقول انا كنت نقولوا هو والسيد امين قاره واللي معاها والتور دو تابل لا انت قلت انا من قبل والتور دو تابل كانوا قاعدين انا كنت نقول فيه من قبل الان باهي باش نرجع للستاتيو حطيت الاسماء اللي تحب تطرح عليهم اسئله لعبه صغيره كل اسم اش نعطيك انا اليوم الفرصه منشط انت ميلا كل اسم مش نحقق لك حلمتك ابدا بسؤال ليا انا اللي كنت مايسا بيديس مايسا كي يختاروك في حصه شكون تختار من الاسماء هذيك يكون هو المنشط الرئيسي وانت كرونيكوز معاه لا انا ما نجمش نقبل يا 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 عليه لا تجاوبني يا تجاوبني يا نقص الحس جاوبت قلت لك ما نقبلش نكون كرونيكوز علاش؟ تحس في روحك انت اكبر منهم الكل؟ لا علاش؟ ينجم يكون كرونيكوز شوف كي ترددت كيفاش شنو؟ ما انت مثلا تصور انت روحك انت كرونيكوز وهادي زعيم او بيا الزردي او نوف الورتاني هو يكون منشط رئيسي ما تقبلش تكون انت معاه؟ نجم نكون في الاعداد كرونيكوز لا تهرب يعني يعني انت ما تحس في روحك انت جديره اكثر منه لا مش حكايه جديره انا ما نحبش نكون كرونيكوز والله العظيم التونسيون بتاعك طاحت شوي اي انا كضيفه عاقله لا دي طاحت طاحت التونسيون بتاعك طاحت شوي في اول مره راه نعطي فرصه للضيف باش يسالني شرف لينا خاطر شرف لينا نوفل الورتاني شنو تسك نوفل اذا كان انت قعدت تواصل في ال أكل النمط اللي كنت قبل فيه من استضافاتك شكون أكبر فنان كنت تتمنى أنك توا يكون عندك ضيف معك في الحصة هذيك في بلاد سامحني شكون أكثر إعلامي يكون موجود معك إعلامي إعلامي مش ضيف بصفة لا لا إعلامي 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 ديما إعلامي نحب نحطكم راس براس نحب نحطكم راس براس لا حسسني احنا وانا العصافير تزقزق وما فماش مشاكل بين الاعلاميين شكون؟ لا فما تصريحات فما اما مش علنا لا مش كيف علنا لا اعطيني
شنو؟ جيتوا من الايامات طلعت حكايه نتاع امينغارا وبعض الاعلاميين ماكل بعضها الايامات هذه، على اعلامي قال كلام في امينغارا وعلى اعلامي اخر قال كلام في امينغارا وانا اتفرج. سمير لويسي. سمير ما تراش سمير انه انك اسامي البرامج اللي تختار فيها وحش وصيد وفيل، علاش الاسامي هذه نتاع الغابه ونتاع الوحشيه اللي فيها؟ اسكو شكون من زملائك الفنانين اللي تنجم تعطيه لقب صغير من اللقب نتاعهم هذه الوحش او الاسد او يكون ينجم ياخذها؟ هذه يجب يجاوبني تو نعطي اسئله بدون اجوبه. اي باش يجاوبوك، نطلب من الزملاء تجاوبوه حتى في ستاتشو ما يسالش. سمير الوافي، على ذكر سمير كتب ستاتيوت شوفوها مع بعضنا، قال ياسين نقيب كيف انت كنت نكره في الموسيقى وما زلت كذلك قديمة. الى اليوم كموسيقي وما تشارتش الا كان نقيب لانك لست من كبار الموسيقيين او العازفين او الملحنين ولم تنجز لحنا عظيما او عملا كبيرا نجم نذكرك به الى اخره. نعرف. يعني هوني اعتبرك نكره في الميدان الموسيقي. هو ذاك ذوق الخاص كتلحين. انا يشرفني انا عملت ثلاثه الحان اللي انا فخور بهم، عملت لحن على والدي، عملت لحن على المرحوم حسن الدهماني، عملت لحن على ما عندك حتى انجاز ولا عمل يذكر على جمعيتي اللي هي النادي الافريقي، عملت عمل على امي. اي قال لك ما عندك حتى انجاز ولا عمل يذكر. انت تو باش نجاوبوا على ستاتيو قديم وحكينا فيه وتصفينا وكل شيء. احنا تو انا دوري هنا مش كفنان كنقيب. وقت اللي استدعاني كفنان انا قلت لك انا اليوم استدعيتك ماهر الهمامي النقيب. الفنان والانسان والنقيب والاعلامي الجديد وصاحب المشاريع علاش لا؟ بعد نعملوا بيب للمشروع. نسال اللي نحب يعني. لا تسال خذ راحتك. نسال اللي نحب خذ راحتك. واضح دمك انا حاجتي بهذا الكل باش تقول لي انت ما عندك حتى انجاز ولا عمل فني يذكر. واضح مش بالضروره لو باش يكون نقيب يكون عنده ملحن مدري شنو ولا يكون في قيمه باخ او موزار او عبد الوهاب ولا القصبجي مش بالضروره كيك. باهي نختموا باخر اسم بيا الزردي. بيا الزردي شنو تسالها؟ حطها قدامي ونقعد في القائمه. ما نسالها حتى شيء. انت حاط لها اسمها في القائمه. اي نجيبها ونقعد نخزر لك وما نسالها حتى شيء. يعني انا حر انا المنشط. شكون يسالني؟ مش انا حتى حد. هذه قلة تقدير للضيف. لا لا كيف انا نصدعك في برنامجي وبعد لا 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 نجيبك لا ايش نقول لك؟ نغزر لك ونخرج ونخليك. لا ما قلتش نخرج انا عمري ما نخرج. تقعد تغزر لها؟ لا نخرج انا ونحب نشوف ردة فعلها. انا وعيته ما قريتوش. ما نعطيك عنوان شفت ما قريتوش. هذه خليه فلسفه ممكن ما نجمش تكون فلسفه. تنجم تكون تجربه تنجم تنجح كيما تنجم تفشل. خاطر ما عندكش اسئله. لا والله عندي والله ما عبي اسئله. يعطيني سؤال البايا زردي توا مثلا في جديد في جديدة في اللي تحب انت سؤال. والله ايش قولك شفت كيف؟ والله بالحق والله نحكي سرور مش معناتها مش معناتها قصدت ما عندي ما نسالها والله ما عندي ما نسالها. حطيتها في القائمة تحب تسالها اليوم عطيتك فرصة. لا انا باش نحط اسئلة الفنانين اللي باش يهبطوا الاسئلة ونحضر وقتها ان بون كوندكتور. وقت لقيت اسئلة للناس الكل كان لا ما هي ما بون انا ما جمعتش عليها اسئلة بصراحة. وليه انا قلت لك وحتى ترجع للحوار ولا يرجع البرنامج وبيدو ورجوع لا نستبعد روا انا ما نستبعدش انه يعاود يرجع في حتى في برنامج في اخر في 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 في, في برنامج اخر او هو بيدو برنامج ينجم يكون في تلفزة اخرى روه. ما نستغربش وما نستبعدش ويحبوا في برنامج اخر بايا المناشطه فيه تمشي لها؟ كوبايا في المباشر. أولا تمشي في المباشر. اولا في المباشر وتعتذر للفنانين. تعتذر؟ تعتذر تعتذر البايا الزازا تعتذر تعتذر تو الزازا الزازا نفهموا خاطر فوزي بن قمرة وفوزي بن قمرة اما الباقي علاش؟ فوزي بن قمرة ليه فوزي بن قمرة وتعتذر لصالح عزيز وتعتذر المحسن الشريف وتعتذر لسي عبد الرحمن العيادي من الاولى تبيش من بعدك الكلام ما شاء الله القائمه مازالت طويله برشا الكل تعتذر لا برشا باش انت تحضر معاه ومباشر ومباشر والله نحضر معناها غير ممكن يكون عندك انت مباشر ونحضر والله نحضر او صابك شكون اعمل مباشر نكون عندك مع بعضكم انا والله نحضر تحضر معاه والله نحضر مباشر نحضر باهي هادي زعايم شنو تحب تسأله؟
هادي اللي هو صديق وانا نحبه برشا هادي بصراحه. وشو راه ممكن فما موسيقيين مش يتغشوا هادي، راه انا قلت لك تعجبني اسئلته وتعجبني حضور الحصص. علاش يتغشوا كي انت تشكر؟ لا 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 انا نحكي تو على رايي الشخصي. رايك باي مش رايك، اعطيني السؤال. هادي نفس الشيء نفس نحب هادي هادي نفس السؤال اللي سالتوك لك انت، انا يعجبني خاطر هذيك باش تحب تعرف قيمه الاعلام مع زملائه كل. هادي نقول له كي تكون انت كرونيكور في حصه، شكون اللي تراه ينجم يكون هو منشط رئيسي؟ يعجبني السؤال هذا يا راو. يعجبك السؤال هذا؟ ويبدا هو مش من طموحه باش يكون كرونيكور. لا 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 مش من طموحه. تخدم يعني. تخدم في في قناه، تخدم في 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 قناه، وصاحب القناه يفرض عليه يقول لك خويا باش تقعد كرونيكور. نطور لك السؤال. ما تحبش تقطعنا في بعضنا. ما يصيرش شيء ما يصيرش. خاطر كرونيكور ينجم يكون مش من طموحي كاعلامي باش يكون كرونيكور. لا 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 هذا هروب. لا هروب الى الامام. لا هذا هروب الى الامام. مثلا اساله قل له لو كان تكون مضطر انك تتخلى على منصبك كمنشط في برنامجك فكره سامي الفهري، شكون ينجم يكون مكانك في التنشيط؟ يعني انت تو اقنعتني دورت لي دورت لي وعاودت رجعتي باش تجاوبني، دورتها في مخك مليح. اغزر لي عاد اغزر لي في عينيا مليح. انت عاودت رجعت لي باش تجاوبني على السؤال اللي سالتهولك وتو باش تسالني عليه، فهمت؟ لا مثلا نقولوا شكون في بلاصتك كمنشط؟ شكون تعطي برنامجك؟ هذا هروب منك. هذا هروب منك الى الامام. اعلانيا لا هروب هروب. هروب. شفت هذوما اسئله من المحرجه كما هذايا حتى 1% من الاسئله المحرجه اللي يتسالوا للفنان. هذايا حتى سنه اولى صحافه ما يسالوهاش. يعني انا سالته سنه تحضيري. تحضيري. سنه تحضيري. سنه تحضيري. نمشي معاك الفقر ضد او مع. عندك الكارتون جاوبني بضد او مع. ضد او مع منع الفرق والعازفين الاجانب في المهرجانات التونسي. نعطي ونشرح والا بيان سور. لا 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 ضد المنع. ضد المنع. ضد المنع لكن مع تقنينها. تقنينها لانه احنا خلال 15 يوم باش نعملوا جلسه ان شاء الله، وباش يقع تحرير محضر جلسه ورفعه الى السيد وزير الشؤون الثقافيه بفرض نسبه من العازفين التوانسه في كل عرض. انا يقلقني انه فنان اجنبي يجي لتونس مشرقي خاصة يجيب 15 عازف أجنبي معاه والموسيقي التونسي اللي هو يفوتوا بإمكانيات رهيبة جدا، يفوتوا بأشواط كبيرة، قاعد في الدار ما يخدمش. ضد أو معاه تقنين أجور الفنانين؟ ضد ضد ضد. لأنه إذا كان تحكي على الحفلات الخاصة في في المهرجانات مع التقنين. نجمه مع التقنين في ضروري بصفه عامه ما نجموش في المهرجانات مع التقنين. لا مع التقنين بصراحه باش تبدا الامور اوضح واوضح واوضح اوضح، يلزم تكون اوضح اكثر. في تصريح ليك في برنامج مع الناس قلت احمد سعد متهم بالتهرب الضريبي والفلوس اللي خذاهم مش نفس المبلغ المصرح به. قلت صوره الاعلاميين قدام الباب يستناو في احمد سعد ياسر خايبه. يا اخي هو لطفي بوشناق شي سنه وهكاك. اليوم تعتذر من احمد سعد على الكلام هذا؟ قلت لو لو فما كلمه شفت اللام والواو كي ما تنطقش في حوارك يعني مشكله كبيره. قلت لو احمد سعد لم يصرح بكذا وكذا يتسمى تهرب ضريبي، ما قلتش احمد سعد متهم. هذا هذا هو. لا لا غلط غلط. اللي عنا فيديو اللي انقل. تفضل. انا العمليه دي ولت اعتيدت في الحفلات المطلوب الاجانب، واكبر دليل لان عمناول اكتشفت اللي عنا زر احنا بكلمه سعد سعد رمضان زاد عمناول نفس العمليه صارت. يجيب عقد برقم والصحيح الله اعلم شو. هنا نرجع لي كلام متعدد الحفلات منظمة الحفلات عرضهم كي ذكرت قال 8000 دولار وقالت له برشا مرات وبعد 400000 400 مليون بعد 400 مليون كي سالوها قال لي هذاك مصاريف لكن اكدت وعادتها برشا مرات هي 8000. نزيد معلومه الفنان احمد سعد راهو في المركز الامن راهو حط العقد الصحيح وهذا نحبوا احنا نعرفوه ومش نعرفوه ان شاء الله من هنا لاخر نهار نعرفوا العقد لانه فما 80000 دولار اللي صح عليها ما يجيب اكثر من 240 مليون تونسيه. وكذلك عندنا المعلومه اللي فما رجل اعمال
عربي مقيم في تونس هو اللي يسلموا العشرة آلاف الفارق اللي هم 30 ألف هذوكم وقع تسليمه في مصر تحت الطاولة معناها هذيك التصحيح هذيك ستاتيو معناها أنت حكيت على الفلوس حتى في ستاتيو عطيت حتى التفاصيل قلت كيفاش فما العقد ممضي بالسال الفلاني وبعدش يكملوا له كذا ومعناها بالتفاصيل خلينا نفسر كيفاش هنا بدينا على نقلا على المتعاهدة الكلام اللي قالته قالت خذاء وخذاء وخذاء اش قلت انا قلت اذا كان المتعاهده اللي هي صحت قالت ترى مش متعاهده المنظمه قالت راني عطيت وعطيت وكذا هنا شنو احنا اتصلنا بالمتعاهد اللي هو سي مراد سعيد الحقيقه قال لي سي مراد انا في العقد راه فيه كذا اكد لي الرقم هذاك شنو عملنا مراسله الى النقابه المصريه وطلبنا النقابه المصريه بالتاكيد بالتثبت من العقد جاوبني النقابة المصرية راهو العقد ما قاله أحمد سعد هو نفس الرقم الموجود في العقد نفس الأرقام يعني هنا نرجع مغالطة صارت في ذكر أرقام من الأول احنا ما قلنا حتى رقم احنا نقلنا على المنظم من بعد أنا نمشي للمتعاهد اللي هو صح العقود من بعد احنا كيف هذا الكل شكون باش يعطيك الصحيح اللي هو فنان احمد سعد وانا ما عنديش طريقه باش نستجوب احمد سعد ماخوذ الصحيح من الاول قبل ما تعمل تصريحات وتهبط ستاتيو هذا هذا جزائنا وجوابنا الاعلام احنا قلنا اعطينا الارقام اللي قالته نقلنا الارقام اللي قالته من المتعاهد ما جبتش ارقام من عندي لان خلصت ثبت فيهم لان هذه هي قالته على لسانها مش انا قلت هي ما انت ماكش تعاود في خبر منظمه الحفل هي اللي قالت راهو خذاه وقتها قدام النزل خذاه وخذاه وخذاه المرأة قالته في المباشر شوف شو نثبت شوف شو نثبت المرأة قالته في بالتصوير ما أكثرش من الإثبات هذاك ما عنديش شو نثبت واضح يعني تعتذر بيان سو وأكبر دليل أكبر دليل بعد في كارتاج مشيت له للفندق كرمته إي كرمته ما شاء الله برشا يقول لك ما لا تناقض عند ماهر الهمام ساعة شو كيفاش راهو احنا راهو كي طلبنا النقابة المصرية قلنا له يعتذر على الكلمة الخائبة اللي قالها لامرأة تونسية وبالفعل في ليلتها يتصل به مصطفى كامل ويهبط فيديو قال نعتذر من المرأة التونسية ومن السيدة التونسية لكن خصامه مع السيدة ذيك جانبي وقت اللي إنسان يعتذر لك بالمرأة التونسية اللي هي زوجتي وبنتي وأمي وأختي وهذه الكل شو معنات يعني ونعرف اللي فما خطأ صار منا احنا من تونس هنا شي زلنا نعملوا صورة البلاد بالعكس انا باستشارة المكتب التنفيذي بتاعنا قلنا لازم السيدة ذي يكرم لشنو الاعتذار للخطأ التنظيمي اللي صار اكثر من هذا لا ما ما ما, ما نحب حتى حد يزيد عليا او يزيد علينا كنقابه لانه يعني احنا رانا ماهوش انت خاطر لغتك كانت قاسيه ما معناها عادي تنجم تقول تحكي بلغه قاسيه ولا بطريقه هنقولوا قاسيه على طريقتي مش باهيه وبعد طريقتي. وبعد انا تمشي تتصور معناها مع ناس طريقتي مش باهيه انتم تقلقتوا كيفاش تصورت معاه حسيت انا تقلقتوا كيف تصورت مع احمد سعد لا خاطر عاودت لي مرتين مشيت تصورت شو مشكل الحب والود والصور لا بيان سو لا انا ذاك مطرب الراجل يغني هو انا نحي نقيب انا فنان صوته يطربني الراجل صوته يطرب يطرب تسمع عليك نسمع بوب والله نموت عليه نموت عليه والله الراجل يغني مليح شكون تفكر وهو شكون؟ شكون تفكر؟ بومي الله يرحمه الله يرحمه امي عينيها الله وحد على امي يعني هي اغنيه رومانسيه تحكي على الحبيبه وشعرها حبيبتي امي حبيبتي يعني الامي حبيبتي شو بدي تهزلي هكا ذات اوعى الغناء والعازف مقابل نسبه من رشق فقط اوه لا ضد جد جمله ضد ضد فما شكون يخلص بالرشق ضد كان عندك ضد ما اكبر تدخل تحطها ضد وهذه فضيحة وهذه راهو راسلنا الجامعة العامة للمطاعم السياحية هنا نشكر فما مطاعم في الحمامات استجابت فما مطاعم في جربة استجابت فما بعض الأماكن في تونس العاصمة في تقمر استجابت وبداوا خذوا النسخ من عندنا احنا كنقابة العقود اللي هي تثبت حقهم تثبت المقدار نتاع الأجر نتاعو تثبت العطلة السنوية والشهرية وحتى الأسبوعية اللي لازم ياخذها العطلة الخالصة الأجر اللي هو في شهر رمضان اللي برشا مصيبة فما مطعم مشيت معانا فما مطعم مشيتش معانا شنو نعمل يقودونهم للجنة شكون اللي قاعد يخدم بالطريقة هذه للأسف الموسيقي الهاوي يا إما يكون موسيقي هاوي يا إما يكون موسيقي عنده خدمة أخرى في النهار وهذه معضلة أخرى
أو يكون موسيقي ذو مستوى متدني اللي يمشي يخدم ببلاش بصراحة يرضى عندي أنا بذل كبير. ضد أو مع فرض التوازن في برمجة المهرجانات بين الفنان التونسي بين الفن التونسي والشرقي؟ مع 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 الأنماط الموسيقية الكل. أنا نسمع راب، نسمع شعبي، نسمع موسيقى النسائية، نسمع الموسيقى ال تنجم تمشي خط مهرجان تلقى حفلة ترابية، ثلاثة حفلات راب. باهي هوني هوني ما فماش التوازن، أنت مع التوازن وإلا عادي أنه ما يكونش فما توازن؟ خصوصية المهرجان اللي برشا مهرجان قاعد تفقد فيها، لأنه أنت مهرجان اختصاصك موسيقى راب ما تنجمش تعمل موسيقى شعبية، أو أنت اختصاص موسيقى شعبية ما تنجمش تعمل راب. كي تبدأ مهرجانات مفتوحة على الأنماط الكل، أنا مفتوحة مع نحكي عن مفتوحة المفتوحة شو كي جاوب مهرجانات المفتوحة مع تقسيم، نعمل ليلة هكا ليلة هكا، على خد نعطي الحرية، نعطي للناس الكل تخدم مع بعضها. مع أو ضد منع الغير حاملين بطاقة احتراف من مزاولة المهنة؟ ما عندكش بطاقة احتراف متغنش. هنا باش نقف الوسط، هنا ما عندكش الحق معايا تقف بالحق والله، لانه شو خليني مسيش ما يكون عندي سؤال سامحك ناخذ فيه سامحني فيه هذه السؤال اعطيني دي. ضد او مع ما نجمش خاوش قلك علاش شو انا هاوش نجاوب مع تطبيق القانون اولا ولكن زاد فما ناس اللي فات عليها الوقت وما عدتش الاحتراف ما عادش ينجم يعدي يقول لك انا وراه رغم اللي كل رانا عام يتحل كل عام رانا نقوله يقول لك انا يا خويا ما عادش نحب نعدي ما عادش نحب نعدي ما عادش نحب نعدي واللي يبدا كرهبه عنده اي تقصير منه هو اي تقصير منه انا هاو نقول يا ولدي برا وعدي وراه ما فما حد شيء راهي بطاقه الاحتراف راهي ماهيش بطاقه علميه راهي بطاقه مهنيه باش تمشي تخدم به ما فيها حد شيء ثلاثه دقائق تدخل تعدي تكون عندك محترف تستعرف بيك وزارتك وتستعرف بيك دولتك وتخدم اما كمنع بصراحه مع 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 به ضد أو مع تمثيل النقابة في هيئة مهرجان كارتاج ولا الحمامات؟ مع مع سعيد للشيء هذا؟ أي سعينا لا مش سعينا باش نكونوا موجودين لا ميلا. سعينا باش مثلا أعطينا آراء الدورة اللي قبل اللي فات الأستاذ كامل الفرجاني مثلا أعطينا آراءنا في ناس كيف وفما عروض كانت باش تجي نعرفوها ممنوعة من بلدان عربية أنا شخصيا بعلاقاتي بنقباء عرب كلمته شخصيا وقلت له راهو الفنان هذاك راهو ممنوع راهو باش يدخل تونس راهو باش ما تصيرش مشاكل بعد امضاء العقود ليه؟ انا كي تبدا حاجه ننفع بها بلادي انا ننفع بها. ما اقترحت واضح نمشي معاك حوار الصراحه. تو صاير هذا مع كيف كيف محسن الشريف لانه كان بربي الزيوة محسن راهو عنده الحكايه عنده تي ليه ولات مخك وتعاركت مع جماعه جديتو على الحكايه هذه تي ممله الموضوع سيبوه الراجل بربي برامج كل حكاو فيها ما نحب نحكي والله يعيب بصراحه ما عرفتكش كان من جديتو والله يعيب والله يعيب والله على محسن الشريف عيب والله الراجل والله مسكين الموضوع هذا وفيه عنده اكثر من خمس عم يتخلى 12 سنين 13 سنين ملي مشى الموضوع هذا تي عيب هذا ما كانش من نقدو نحكيو فيه موضوع محسن الشريف الراجل مشى واعتذر وقال ما عادش نمشي وطلع وظهر شنو نحبوا نعملوا له مشنقه نهبطوا له بالخضرة نعملوا له ولا المونجيل تلافوني نعملوا له انت على علم انه فما عده حفلات خاصه قاعده تتلغى لمحسن الشريف صارت له سمعت بحفله في نابل لا سمعت بحفله بالنسبه لنابل فما زوز حفلات سمعت واحده ومع حفله اخرى في تونس في نفس الفتره ذي في رمضان لا سمعت بواحده في نابل انا سمعت لا والله هذايا بضغط من جمعيات ومن المجتمع المدني وغيره نعم يتحرك كان في اي وينك كنقيب انا ما سمعتش كيفاش تضمن انا ما سمعتش ما اتصلش بيك محسن شريف صحيح مانيش باش نشرق معناها تطلب محسن شريف يتصل بيك اذا كان هو منخرط في النقاب وانا محسن شريف انا يشرفني انخراطه في النقاب لانه قلت لك مشى واعتذر الرجل اعتذر ونبهنا عليه يا محسن كي باش تنخرط في النقابه توعدني انك توعد المكتب التنفيذي ما عادش تمشي قال انا راني ما عادش نمشي البلاصه هذيك والرجل ملتزم وما مشيش علاش هكينا نقهروه الرجل وشدينيه كان هو كانه الكبش الفداء مسكين اللي باش القضيه الفلسطينيه هزه محسن شريف انا قلت اخطا باش ما يقولوش كلامي من بعد نعرف الناس اللي باش تكتب مش معايا انا ما عطيتش رايي انا نسالك لا انا مش عليك انت انا نعرف عبيت باش تكتب محسن الشريف اخطا واحنا نقر بالخطا نتاعو
ونجم نزيدوا نعتذروا في بلاصته هو، هو اعتذر. واضح واضحة حكاية محسن الشريف، باش ما نزيدوش نطولوا فيها أكثر. نقيب الفنانين والنقابة خلينا نقولوا بصفة عامة، من الأجدر ولا الصحيح أنها تدافع على الفنان المظلوم وتعاقب الفنان المخطئ، ولا مش دوركم؟ احنا انصر اخاك ظالما او مظلوما، هذا مبدئي. نعرف باش يعجب ناس وما يعجبش ناس، لكن باش يعجب العائله الفنيه انا متاكد باش يعجب. انا دوري ندافع على الفنانين، لكن انا ديما ننصر الفنان ظالما او مظلوما في شنو هو، في حاجات. لكن كي يبدا خلاف بين زوج فنانين رانا دخلنا في 100,000 حكايه راهو. مثلا ما نعرفش شكون مظلوم ولا مظلومه ولا ظالمه. لا 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 تسميليش. أنا باش نقرا لك ستاتيو نشوفوها مع بعضنا. عادة المعدة المعروفة بتجاوزاتها الكبرى والفاتورة اللي يدفعها هو الفنان. برنامج جديد سيذاع عن قريب في الحوار التونسي، ينشطه المدير التنفيذي للقناة. البرنامج يتحايل على فنانة يفقوا لها مبلغ قيمته 10,000 دينار وباقي 30,000 دينار. وإذا كانكم رجال ونساء شكاوا بيا ونعرفكم جبناء وخوافة، لهذا نحذركم من اليوم إلى يوم الاثنين إما ترجعوا المبلغ أو الإيفاء بما هو مكتوب بخط أيديكم، أو أن النقابة ستتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية منخرطها، ومن أنظر فقد أعذر. جاي نهار الاثنين هبطوا بيان. أي وكنت عند وعدي وكنت عند الإيفاء بالمنخرطين اللي معايا، وهذا واجبي ودوري. أعطينا فرصة آخر للسبعة متاع العشية نهار الاثنين بعد عدم الإيفاء بإرجاع المبلغ المالي قيمته 10,000 دينار، وعدم الإيفاء وجبر الضرر المعنوي اللي هو أكثر منه. الفنانة رومي ماشي الفلوس، أو يهمها جبر الضرر المعنوي اللي ضرت له هي. دونك فنانة ذي متفاهمين 40 مليون فنانة. أي فنانة. أي. الطريقة 40,000 دينار تدفع، دفعت 10,000 دينار على 10 حصص باش تحضر كرونيكوز. هي راي هي عملية راي ذكية زادة من الفنانة راي باش تحضر كرونيكوز في حصة، الحصة ذي ومن بعد في النقاش باش تحكي على برنامج سي ديمونش، باش ديمونش باش تتعدي كل حصة تعدي غنية. لكن بعد تو انت دفع وياخذوا عليها 1,000 دينار في الحصة، يوفوا العشرة ذوك يزيدوا العشرة ثانية، يوفوا العشرة ثانية يزيد العشرة الثالثين. هذا موثق؟ اي كل الأدلة مكتوبة وصوتا وصورة وبيخطي أيديهم وبإمضاءاتهم. معناتها تعتبرها تعرضت لعملية تحايل؟ عمل هذه القضاء هو اللي حددها التحايل. الفنانة هي اللي تشأت لك؟ الفنانة ومدير أعمالها هما اتصلوا بالنقابة، هما اتصلوا بي وجابوا لي كل الوثائق، وبعد التحري اتصلنا بالهيئة المحامين للنقابة اللي هو احنا يوم الجمعة قلت لك السبعة متاع العشية انتظرنا. نهار الثلاثة العشرة متاع الصباح كنا عند العدل المنفذ الخاص بالنقابة واعطيناه كل الوثائق. الجديد اني انا مطالب قناة الحوار التونسي، يعني المنتجة باش ترجع الفلوس، وقناة الحوار بعدم بث الحصص إلى حين البت في المسألة ذي قضائية، لأنه باش يقوموا بقضية مستعجلة جدا. إن شاء الله القضاء يكون معنا متجاوب في السرعة في القضية هذه. نحبوا أنت وعدت وخذيت فلوس، لازمك تفي باللي 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 تعهدت به كتابيا، تعهدت به كتابيا جدي بيان. دونك اليوم انت تحب توقف برنامج سي ديمونش؟ ما نوقف، اذا كان شنو باش يكبر في عيني ما عادش بيحب ناخذ حق الفنانه المنخرطه. انت سميت القناه وسميت المنشط، علاش ما سميتش الفنانه؟ والله هي ما تحبش تسمي روحها، اما شو هاو عندي ايه؟ الاسمين انت تحب تسميه لانه انا نحب ما تحب تسميه سميه، اما احنا باش نعمل ندوه صحفيه جديد مش هي برك مش تحت مش يحضروا الفنانين اللي وعدوهم وخذوا لهم فلوسهم. هما برشا في عدد رهيب، انا على الاقل توا فما 16 واحد باش يحضروا في الندوه الصحفيه. في الندوه الصحفيه 16، كل واحد نعطيك الارقام، فما 40، فما 30 مليون، فما 20 مليون، فما 16 مليون، فما 18 مليون، فما 6 ملايين. لكن اليوم بتاريخ تسجيل الحصه نتاعنا معناها ربما يبدا قريبا قبل ما تعدى حصتنا، الى حد الان وانا نحكي البرنامج ما بداش. اي مازال كيفاش هما يقولوا ما عداوناش وهما ما بداوش؟ لا
وانا باش نبدا نحكي في مسائل قانونيه، لكن واقع تصوير حصه. الحصه وقت اللي انا نوعدك، انت نرجع كصفتي كمنشط الاولانيه هذيك، نوعدك انا المنشط وانت لالا ميسا باش نستدعك تكون عندي كرونيكوز. كي تجي في اللوج تلقى روحك باش تحضر كان ال 10 دقائق الاخرانيه كاو ساعتين. معناها في التسجيل تقول انت خاطر هما سجلوا الحصه الاولى، لقات روحها باش تتعدى في ال 10 دقائق او ال 12 دقيقه الاخرانيه. ولا مدير اعمال هزيت التليفون استفسرت من القناه، نتكلم حتى حد. كيفاش تتكلم حتى ما نكلم حتى ميخي ما ابدا بطريقه وديه. ما نقول لا لا ما فهم لا لا نعرف تحب يعني التشهير والمشاكل والوجوه الاتجاه للقضاء والشو. نفنى على المشاكل، نفنى على المشاكل. انا اتصلت بشكون في القناه ونعرفه مؤثر وبعثت له كل المؤيدات ما رجعوليش. معناها عملت محاوله. ليه فما المحاوله؟ عملت محاوله. مؤخرا انت قلت لي تهوى شو تهوى تيلي. لا ذاك تعليقا على اجابتك. لا انا قلت لك فما تكلمت شي مسؤول قلت لي فما شكون في الوجه وصوت مؤثر في القناة، حكيت أنا وياه وبعثت له كل المؤيدات ما تجاوبش فمشيت ما كلمونيش بكل. مع مريم دباخ تكون مقدمة في البرنامج. أنا عادة ما نتدخلش أنا في عادة أنت إعلامي مقدمة. مادام الناس يحبوها علاش ليه؟ علاش ليه؟ علاش ليه مادام الناس يحبوها؟ مادام أنت تعمل برنامج علاش ليه أنت؟ لا أنتم شو تقول فيا؟ احنا كان نلقاو شكون يقول مثلا يستدعوك ببرنامج فيه مريم دباخ منشطة تقبل الدعوة؟ نحضر هي محاوطش بالي ما عرفتوش تعرفك انت تو تولي تعرفني. لا لا ما تعمليش مشكله معاها لانه انا اجي نقول لك حاجه لو سافرت معاها ونعرفها المراه ما عنديش معاها حتى مشكله. تعتبرها اساءت لمحمد جبالي في الوقت هذاك بيان سور اساءت. اساءت اساءه كبيره زاد محمد جبالي فنان كبير. خاطر محمد جبالي قال اللي يمشي لها يا ربما في لحظه غش قال اللي يمشي لها اعتبره رخيص حسب تعبيره هو. لا هذاك في مع شكون؟ مع المنشط اللي قلت لك عليه اللي ولو انه هو محمد جبالي وقتها في مواجهته مع مريم الدباغ ما عملش رياكسيون كبيره بعد في تصريحاته عبر على استياء ومن اللي صار. باهي باش نعدي لك فيديو من برنامج سكر لي البرنامج على كارتاج بلوس. باش نسمك محمد بوسطه شنو قال؟ انا لليوم هاو مازال امي معايا متقلق مني السيد هذايا على خاطر نقول له فلوس كادوريم قداش؟ شو كادوريم وفلوس كادوريم؟ كادوريم عطاه صب فلوس للنقابه من نهار اللي قلت له الكلام هذا قلت له قداش وين تصرفتوها ولشكون تعطيه سميونا مان هبطوا لنا كشوفات هذه عيب هذه ثلب ماهيش ثلب. تنجم تجاوبوا على سؤاله خاطر كادوريم دفع برشا فلوس نتذكر في ندوه صحفيه في فندق ضخم والنقابه الكل هكا معناتها ما شاء الله حاضرين. قلت الفلوس هذه لدعم الانتاج وينو الانتاج ولا ويني الفلوس؟ وقع تقرير تقرير مالي وادبي في اللي قلت لك على الانتخابات وقع عرض التقرير المالي والادبي موجود تقرير مالي وادبي في النقابه اللي يحب يطلع مرحبا. علاش ما قلتوش في العالم؟ قال لي يعيشك ما نحبش يعرفوا الرقم اللي انت طلعت به. قلت له علاش؟ محضر باش نقولوا راهو مانيش خايف منه. الفلوس هذه دخلت على البنك سنترال راهو دخلت على التحويل البنكي على البنك سنترال ومن البنك سنترال تتعدل للكونت نتاعنا يعني معنا بنخبي وبوثائق وموثق كل شيء. راجل نحترم دونك كل شيء موثق نحترم الرغبه نتاعو. محمد هو الفنان اللي شاكي بيه شكيت بيه اللي هو اي وربحته قضائيا ونستنى تنفيذ الحكم اللي تحكم. شنو الحكم؟ والله يقول لي 6 ولا 8 شهور سجن. اي نسيت هكا هي 6 هي 8 شهور سجن. وقلت لي نستنى في تنفيذ الحكم. لانه انا انسان. ورغم اللي فما مساعي للصلح اللي انا ما طلبتش منك السماح؟ لا ما طلبش. يبعث لي في الناس. لو كان يعتذر منك اليوم. ما نجمش نجاوبك ميس. لانه انا ضريت برشا. الشخص هذا روى من الانسان هذاك. تي نقولوا اما السجن ما نتمناوه لحتى حد. لا ما نتمنيش الحبس حتى حد. ليه ما نتمنيش؟ اما زاد حط روحك انت نحصر في كوان غاديك ونبدا طاف نسب نعاير نخليلك لا نخليلك لا حتى شيء شلون تقبل كي نبدا حتى اخوك انا مش واحد كي نبدا ولدك بوك باش عندك طاقه تتحمل وكاهو ما عادش بتحمل. نعرفك في الاخر تسامح.
نعم قلبك كبير. شكرا لك مايل همامي، يعطيك الصحه. تحب نشكر عنا ريميرسيون. اي بالطبيعه مايل، مدام امال بن حسين اللي هي ديما مرافقتني في اللبسه، نقول لها بارك الله فيك. مدام امال بن حسين اللي هي زاده راهي للفنانين الكل، راهي تلبس برشا فنانين، وقلها بارك الله فيك. وشكرا ليك ميسا عايش على الاستضافه، وحتى انت من كيف قلت لك من الاول من الحوارات الشيق. شكرا ليك بيلا ميمي، يعطيك الصحه. وتوا باش نحكيو على سنتر لمسات باي نورهان، سنتر مزيان على الاخر، فيه برشا دي سيرفيس باش نحكيو عليهم مع ضيفتنا نورهان العسكري. اهلا وسهلا، مرحبا بك. عسلامة ميسا، سافا الحمد لله، لاباس الحمد لله. مرحبا بك، كي نشوفوا جمالك نفهموا السنتر اش فيه. ما شاء الله ميرسي، حطيتي ما شاء الله عليك. عايشك عايشك. دونك قبل ما نحكيو على السنتر نحبك تقدم لي روحك، شنو نجمو نعرفوا عليك؟ نورهان العسكري تكنيسيان سوبيريور اون استيتيك، قريت 5 سنين في ايكول معروفه برشا في تونس. حليت المشروع نتاعي لمسات باي نورهان اللي هو موجود في سكرة اون فاسال دي فيت كارد ناسيونال. مرحبا بكم الناس الكل، باش نعرفكم على سنتر نتاعي اكثر. فوالا دونك سنتر هذايا، اول حاجه كيفاش جاتك الفكره باش تعمل المشروع هذا؟ غرام؟ اي غرام، انا ملي انا صغيره نحاول مغرومه بتوسكي استيتيك هيك بوتي تجميل برودوي كوزميتيك. دونك كملت في الحلمه نتاعي، عملت كيما قلت لك قبيله الفورماسيون، سا برون ديجا 5 ans دو تون. فوالا دونك مهم برشا التكوين. اي بيان سور، اي مش فورماسيون في مجالكم، فما برشا اللي يقراوا شويه. فوالا اي فوالا، انا 5 سنين في ليكول، عملت عامين بي تي بي، عامين بي تي اس، وبيان سور لازم في الاستيتيك كوافيور. دونك كملت عام الكل كوافيور. فوالا هذوما الاختصاصات اي فوالا اللي انت قريتهم، ومهم برشا. دونك انت صاحبه بروجي، وفي نفس الوقت انت قاريه ودارسه بالكدا المشروع اللي انت حللته، دونك تبدا متمكنه من الحيثيات الكل. بيان سور. فوالا اليوم كي ندخلوا لو سونتر نتاعك شنو نلقاو لي سيرفيس؟ عندنا لي سيرفيس الكل، تو سكي استيتيك، كوافور، لي مساج، تو سكي استيتيك، عندنا بيديكور، لونغلوري، لي كوافور، لي سوان دو كوافور، المكياج، العرايس، الحضارات، لي فيونساي، لي دغا فاسيال. من اهم زاد لي سيرفيس اللي عندنا اللي هو تو سكي لي سوان دو فيزاج، لي دغا فاسيال، لي سوان سبيسيفيك، لي سوان بازيك. موجود عندنا تو لي سيرفيس ديستيتيك. فوالا، والكليونات اللي جاو راهو ديما يخرجوا فرحانين. ما شاء الله. دونك هوني نحكيو على لي سوا مثلا، موجودين للرجال والنساء زوز؟ اي نخدموا ميكست، سوف كو لي مساج جوست بور لي فام. الباقي الكل ميكست؟ اي كل شيء ميكست. عندنا لي سوا، لي دغا فاسيال، لي كوافور بور لي زوم، تو سكي البيديكور، كل شيء. داكوغ، معناها رجال ونساء. وكي ندخلوا معناتها نلقاو فما بلوك للرجال بلوك للنساء، ولا مع بعضها؟ لي مع بعضهم، سوف كو انا عامله سال داتونت في لونتري، وسال داتونت بريفي وحدها في السونتر. اللي يعني ما تحبش هكا يقعد دي كليون مع بعضهم، تقعد لي كليون ولا لي كليون في سال داتونت وحدهم. فهمت؟ باهي ايفيتي هكا فامي ام هكا مخلصين. اي فوالا، باش يلقاو راحتهم. دونك هذه حاجه اللي تميز خلينا نقولوا السونتر نتاعك، خاطر ما نلقاوش برشا هكا سونتر يبداو فيه رجال ونساء، حاجه ميكس، حاجه اوريجينال على الاخر. عجبتني. سمعنا عندك دي برومو في السيف وحاجات خلينا نقولوا كادوات بالنسبه لنا. اي كادوات اون فيت، انا عامله اي كليونت تجي من السونتر تجيب معها كومبانيونت عندها 50%، والكليونات الكل اللي باش يجيو عرايس، حضارات، فيونساي، الكلهم عندهم سيرفيس سبيسيال ودي بري ريزونابل على الاخر، يعني مش باش يلقاهم حتى في بلاصه، ويخرجوا فرحانين. 50%؟ اي 50% كل واحدة تجي معها كومبانيون. دونك عندكم 50% تخفيض، معناها يعني تدفعوا شطر السوم. بروفيتي، يبداو من الشهر هذا من مايا. اي ولا شهر مايا توا، دونك توا توا بدي تبدا. فوالا فوالا، توا ديجا بداو ابارتير من الديفيزيون تاع الحلقه هذيا. فما لي برومو، تنجموا تتصلوا بنورهان على الارقام عفوا موجوده اسفل الشاشه. ميرسي بوكو نورهان، مرحبا بكم، عايشك بوجودك معنا. خليك كلمه تخيتي.
بكلمة الختام نتمنى أن كليونات الكل يجيو بحذية على خاطر باش يلقاو سيرفيس طيارة على الأخر. شتو غارونتي يعني أي حد باش يجي لي بري ريزونابل ويكونوا موجودين وأكيد باش يلقاو سيرفيس هايل ياسر معاك نورين. ميرسي بوكو يعطيك الصحة. دونك اللي يحب يمشي للسونتر نتاعك دونك سونتر لمسات باي نورين الأرقام موجودين أسفل الشاشة ينجموا يتصلوا بيك ويتمتعوا بالبرومو هذايا 50%. شكرا ليك نورهان العسكري وكانت هذه سونتر لمسات باي نورهان. عسلامة، مرحبا بكم أنيس الكل. سونتر ديستيتيك لمسات باي نورهان احنا موجودين في سكرة افوني فاطمة بوليبا اون فاسان دي في الكارد ناسيونال. مرحبا بكم أنيس الكل. Les services internes exceptionnels avec une équipe professionnelle. On a tout ce qui est service d'esthétique et coiffure, ongulerie, pédicure, les soins de cheveux, maquillage pour les fiançailles, mariage et hadarat. Mais aham les services internes hydrafacial, les soins spécifiques et basiques pour tout type de peau. Talqa aussi une zone de confort pour tous les massages et une cabine de vapeur. Chaque fournit ce centre interne. Pour plus d'informations, contactez-nous sur 29 408 780.